صانع ألعاب المنتخب الألماني ونادي أرسنال الإنجليزي مسعود أوزيل نشر على حسابه في تويتر تغريدة تضمنت صورة له في مكة المكرمة وهو يؤدي شعائر العمرة. صورة أوزيل حظيت بأكثر من 40,000 إعادة تغريد بالإضافة إلى التعليقات. وصورة على فيسبوك نشرها النجم الأرجنتيني ومهاجم برشلونة ليونيل ميسي من داخل الملعب بعد تتويج فريقه برشلونة بكأس ملك إسبانيا عقب فوزه بهدفين دون رد على فريق إشبيلية. ميسي كتب تعليقا على الصورة: عانينا كثيرا بعد خسارة دوري الأبطال لكننا فزنا بكأس إسبانيا الغالية وأشعر بسعادة غامرة.